اهلا وسهلا بيكم في حلقتنا برنامجنا وبرنامجكم على نار هاديه ونجوم اف ام، وكل سنه وانتم طيبين. هنفطر ايه وهنعمل حلو ايه؟ طبعا الحلو احنا خلاص اتفقنا حلو من هنا ورايح للعيد، فهنفطر ايه عشان ما حدش يقول علينا حاجه، حدش يتكلم، نكون جاهزين بالفطار عشان ناجم براحتنا بعد كده. تعالوا نعمل النهارده وصفه سهله قوي، مكرونه بالكبده. مكرونه بالكبده دي من الحاجات الحرشه كده والمشهيه ولذيذه وما تاخدش معاكي وقت. احنا هنعمل مكرونه حمراء عاديه جدا، يعني هسلق مكرونه وبعدين هجيب الصلصه والزيت هكون خفيفه، لا احط بصل ولا احط ثوم، كفايه اللي على الكبده. انا هعمل مكرونه حمراء بسيطه جدا بالصلصه فقط لا غير، يعني هتسلقي المكرونه وهجيب معلقتين من الصلصه تدوبيهم في كوبايه ميه، تحطيها في الحله ومعاها شويه زيت يغلوا، حطي عليها ملح وفلفل، نزلي المكرونه المسلوقه كده، خلصنا المكرونه. تعالوا بقى للكبده. الكبده اللي هنجيبها هنقطعها صغير عصافيري واحط عليها شويه خل واركنها على جنب، وراح جايبه شويه زيت حطها في الطاسه واروح منزله عليها طش كبده، لازم تطش دي، تمام. وبعد كده تكوني مجهزه بقى فلفل رومي او فلفل حامي او الاثنين مع بعض متقطع صغير. بعد الكبده ما تلون شويه هروح حاطه الفلفل الرومي مع الفلفل الحامي واقلبهم، استوت اروح حط عليهم معلقه ثوم مفروم واقلبهم كويس جدا واظبط ملح وفلفل كده، الكبده استوت. هقدم بقى المكرونه واروح حاطه فوق كل طبق شويه من الكبده، وكده خلصنا المكرونه بالكبده. شفتوا سهله ازاي؟ وهراضي جميع الاطراف، صغير وكبير هيحب الطريقه دي. طيب تعالوا بقى هنعمل ايه العيد النهارده؟ احنا عملنا الكحك، عملنا البسكوت، الاساسيات بعمل لكم الاساسيات. البيتي فور، هنعمل البيتي فور ازاي ويطلع ناجح معايا ازاي؟ ده بيطلع ناشف ده لا هقول لك المقادير، امشي عليها صح وان شاء الله تطلع معاكي كويسه جدا. هنعمل كيلو دقيق. كيلو الدقيق ده هحط عليه كيلو لربع زبده، عايزه تنصصي الكميات نصصيها، يعني لو نص كيلو تعالي على كل المقادير الباقيه ونصصيها، بس انا عامله كميات كبيره عشان عيد ودخلت عيد بقى وعارفه ايه، ندي طبق للجيران ندي طبق لحماتي تبقي جاهزه. كيلو الدقيق على كيلو الا ربع ايه زبده، زبده دي تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، يعني لما تشتريها سيبيها بره التلاجة، حلو الكلام، مش قبلها بكتير، قبلها بيوم او يومين بالكتير قوي لو الدنيا ساقعه، تمام كده. عليها كوبايتين سكر بودره، يبقى كيلو الدقيق على كيلو الا ربع زبده، كوبايتين سكر بودره، تلات بيضات، تلاته باكو فانيليا. هنضرب الزبده الطريه مع السكر البودره كويس جدا، وبعدين اروح حاطه البيض والفانيليا واقلبهم كويس جدا، وفي الاخر اروح حاطه الدقيق وعجناها كويس، تمام. ده كده ده بتشفور المكنه، مكنه البتشفور. لا ده انا عايزه اعملها في الكيس الحلواني، هروح شايله نص كوبايه دقيق من الكيلو، قبل ما انزل الدقيق كله هشيل نص كوبايه واقلبهم كلهم مع بعض، بعد كده شكلهم، شكلهم بقى في الكيس الحلواني من غير نص كوبايه الدقيق او بالكيلو كله، بايه؟ بكوبايه الدقيق كلها، بكيلو الدقيق كله بس كده. وعايزه بقى طب انا لو عايزه اعمله بني ولا حاجه، خدي جزء منها وهاتي معلقه من الكاكاو ودوبيها في شويه ميه صغيرين جدا واعجنيها بنص كميه الايه او بالجزء اللي انت عايزاه او بالشوكولاته، بس اعجني كويس جدا جدا لغايه ما تلاقي كل العجينه بقت بني. بس شكلي بقى، هتسويها في الفرن على درجه حراره 150 درجه 160 درجه على فرن يعني هادي كده حلو لطيف عشان يسويها على الهادي ويبقى لونه حلو مصفر اشقر. خلي بالك من التسويه كويس جدا لان هو عامل اساسي في نجاح الحلويات بتاعه العيد دي كلها، النار خلي بالك منها كويس جدا. بس كده سويتيها، سيبيها بقى تبرد وزوقي زي ما انت عايزه، الزقيها بالمربى، حط لها جوز هند، حط لها سوداني، حط لها شوكولاته زي ما انت عايزه، التزويق بعد كده زي ما انت عايزه بقى. طيب هناخد عصير ايه النهارده؟ تعالوا نطري على نفسنا ونجيب بطيخه ونقطعها ونروح ضربنا في الخلاط مع شوية سكر مع المية ونصفيها ونشرب أحلى عصير بطيخ منعش. تعرف كمان ممكن نضيف إيه كمان في الخلاط معاها؟ نعناع.
بتبقى هايله، نعناع اخضر هتروح حاطه مع البطيخ والسكر نعناع اخضر والميه، ونعمل عصير كده منعش ومش تقيل وخفيف، حلو جدا. بس كده وكده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده من على نار هاديه ونجوم اف ام، وصوما مقبولا وافطارا شهيا.